وعليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آج انشاءاللہ دلہ خیرہ شریف کا اختتامی ورد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دن یعنی یوم پیدائش پیر شریف کے روز کا حصہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. یہ دلہ خیرہ شریف کا اختتام بھی اسی پہ ہوتا ہے اور اس کی ابتدا بھی اسی ورد پہ ہوتی ہے انشاءاللہ. تو ہم اختتام کر کے پھر ہم ابتدا دلہ خیرہ شریف شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو، سننے والوں کو، حاضرین کو اور جو حاضر نہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دلہ خیرہ شریف کی برکات سے مال مال فرمائے. تمام امت مسلمہ کو درود شریف کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد، صلاة تنجينا بها من حر جهنم وبئس المهاد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل السيد النبيل الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل، وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل، وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل، فكشف له عن أعلى الملكوت وأراه سماء الجبروت، ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأقطار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زبد البحار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار،
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحارى والقفار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والأحجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار. واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار، إنك أنت العزيز الغفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه، نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلازل يا ذا العزة والجلال. أسألك يا نور، يا نور النور قبل الأزمنة والدهور، أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان. أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة، وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه. أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان
بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظمى والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي ما أعظم شأنك وأرفع مكانك أنت ربي يا متقدسا في جبروتي إليك أرغب وإياك أرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم التام الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا هو يا من لا هو إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام قلوب الخلائق بيدك نواصيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكره وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واعطف علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لمؤلفه وارحمه واجعله من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين بفضلك يا رحمن يا رحيم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأستاذينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأنت توب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. اور اس جو ورد بعد میں آ رہا ہے اس کو انشاءاللہ ہم 14 دفعہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الألام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الألام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الألام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الألام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الألام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الألام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الألام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الألام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الألام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام،
السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. يا رحمة الله إني خائف وجلول، يا نعمة الله إني مفلس عاني، وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني. فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني، وكن غناي الذي ما بعده فلس، وكن فكاكي من أغلال عصياني. تحية الصمد المولى ورحمته، ما ظنت الورق في أوراق أغصاني. عليك يا عروتي الوثقى ويا سندي الأوفى ومن مدحه روحي وريحاني. الفاتحة. آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور جو بھی ہم ورد کریں ابھی ساتھ میں، میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، آپ اس کے آخر میں آپ آمین کہیں انشاءاللہ. یہ دعا مستجاب ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. بسم اللہ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واقض بها ديوننا، وأصلح بها أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها حوبتنا، وانصر بها حجتنا، وطهر بها ألسنتنا، وآنس بها وحشتنا، وارحم بها غربتنا، واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وفي حياتنا وموتنا، وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا، وظلا في القيامة على رؤوسنا، وثقل بها موازين حسناتنا، وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن آمنون مطمئن فرحون مستبشرون، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وآله وسلم ولم نره، فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته، وثبت قلوبنا على محبته، واستعملنا على سنته، وتوفنا على ملته، وتوفنا على ملته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين، وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وآله وسلم، يوم لا جد ولا مال ولا بنين. وأوردنا حوضه الأصفى، واسقنا بكأسه الأوفى، ويسر علينا زيارة حرمك و
وحرمه من قبل أن تميتنا، وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشبه به إليك، إذ هو أوجه الشفعاء إليك، ونقسم به عليك، إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك، ونتوسل به إليك، إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت يا رب، بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا، فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا، فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. اللهم وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ننتسب، فلا تباعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو غفور رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أب إن شاء الله ابتداء سيد الأخير الشريف کا جو ورد يوم الاثنين کا ہوتا ہے درود شریف اور اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم مختصراً دعائیں نیت پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو حزب شروع ہوتا ہے انشاءاللہ وہاں سے ہم شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ساتھ مل کے پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین وحسبی اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انی ابرأ الیک من حولی وقوتی الى حولک وقوتک. اللہم انی نویت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته، وعلى مقامه في مقامات المؤمنين
المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمتي الشهادة على تحقيقها من غير تغيير وتبديل واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا ومولانا إبراهيم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل سيدنا ومولانا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا ومولانا إبراهيم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على آل سيدنا ومولانا إبراهيم في العالمين إنك مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم داعي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوراق بس لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد
رسول الرحمة، اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا أمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل عليه كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وأعط سيدنا محمد الدرجة والوسيلة في الجنة. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، اجز سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعط سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بسيدنا محمد ولم أره، فلا تحرمني في الجنان رؤيته، فلا تحرمني في الجنان رؤيته، فلا تحرمني في الجنان رؤيته، وارزقني
صحبته وتوفني على ملته وأسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا إنك على اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما اللهم وكما آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وكما هو أهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لا انقضاء لها ولا انصرام على مر الليالي والأيام
بعد كل وابل وطل. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وسيدنا إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك وأصفيائك من أهل أرضك وسمائك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك. إن شاء الله دعاء بارتي هم وراب اس کے ساتھ آمين کریں گے کہیں گے درود شکر اللهم صل على سيدنا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رب استجب. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته أمين وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنتي وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد النبي ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم عصمني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وأصلح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيء ما تعلم وأسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلح بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضا والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفر وما كان منها لخلقك فتحمله عني وأغنني بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وخلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ارحمنا من زماننا هذا و
وإحداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علينا واستضعافهم إيانا. اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغني معافى. آمين آمين يا ربنا العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.